يعطيكم العافية وأهلا فيكم في برنامج ريست. السؤال اللي أتعب منه أو إذا أحد أول ما يشوفني يسألني إياه، أول سؤال يقول لك إذا شاء يعني يقول إيش كثر يبيلي علشان مثلا أضعف، عشان أجسم، علشان أوصل حق الهدف اللي بباله، يعني إذا أي هدف يبيه إيش كثر يبيلك هذه المدة. مثلا إذا كان ظروف طبيعية، أنا أتكلم مثلا من غير ما أي شخص يأخذ اي يعني مثلا يعني يسوي عمليه جراحيه، ولا يكون في هرمون تدخل هرموني بالموضوع، او انه يكون في اي حبوب او ادويه تتدخل بعمليه الحرق او عمليه البناء. اوكي، بالظروف الطبيعيه، بالظروف الطبيعيه هذا الجواب يكون على مدى التزامك، ايش كثر تلتزم بالاكل، ايش كثر تلتزم بالتمرين، ايش كثر تلتزم بالنوم، ايش كثر تلتزم انك تبتعد عن الاسترس بيومك. اوكي، كل هالعوامل مهمة قبل تمرينك، في عندك نوم، في عندك أكل، في عندك سترس، بعدين تعامل التمرين، لأن إذا كان في تمرين عالي وقوي ومفيد وما في لا نوم ولا أكل وكنت بسترس عالي ما راح تستفيد وايد من تمرينك، فبالتالي نتيجتك راح تتأخر. حلو، إذا جيت بتحط لك هدف إنك عشان تبي توصل له، إذا كان هدفك قصير المدى فاعلم إنك أنت ما راح تكمل بالرحلة هذه. لا تاخذ الموضوع ان انا اليوم بوصل حق هدف معين. زين، اذا انت كان هدفك انك مثلا خلينا نقول انك ضعفت ستوب، يعني خلاص ارد انام في البيت مره ثانيه واقلل حركتي، غلط. الموضوع مو كذي، كثر ما كان الموضوع لونج تيرم، كثر ما كان مدته وايد طويله، استمرارك راح يكون وايد طويل. كثر ما كان هدفك انه كل مره تجدده بهدف جديد، انت اليوم ضعفت، باكر تبي تزيد العضل، بعدين تبي تزيد لياقتك، بعدين في اشياء معينه تبي تسويها خلال تمرينك، هني كثر ما كل يوم حطيت لك هدف، رحلة جديدة، طريق جديد، رسمت لك مشوار جديد، كثر ما انك استمريت تحمست اكثر. كلنا تحوشنا حالة ان نصير داون، ان يعني مثلا ما لي خلق اروح النادي، زهقت، مليت، ما لي خلق اتعب، عادي طبيعي، كلنا تحوشنا الحالة هذه. لو تشوف اقوى واحد واضعف واحد واكثر واحد يتمرن، طبيعي تحوش الحالة هذه. بس الذكي اللي عارف شلون يطلع منها بسرعة وما تطول معاه، والذكي الثاني اللي عارف شلون يشوف لعبة ثانية، طريق ثاني يجدد فيه الروتين، يكسر الروتين فيه، يعني يحس انه قاعد يسوي شيء جديد، فجسمه يعطيه اكثر، تصير عنده طاقة جديدة، يصير عنده يرد يتجدد حماسه مرة ثانية. فأول ما تحس انك مليت على طول روح حق شيء ثاني، وحط لك هدف طويل المدى. لا تخلي هدفك أنا اليوم بس بسوي 1 2 3 بعدين توصل لهم خلاص انتهى الموضوع معناته، لا. أوكي، فهذه أهم نقاط أنت تركز عليها أول ما تروح. ثاني شيء، أي أحد يقول لي شنو الصح حقي أو شنو المفيد حقي أو شنو أحسن لعبة، يقول كان هذه تفيدني ولا ما تفيدني، يفيدك ما يفيدك، قبل يفيدك ما يفيدك، أنت ركز شنو هدفك، شنو تبي، شنو تبي من اللعبة هذه أنت بتوصل لها. إذا عرفت هدفك تكسب عضل، تخسر وزن، تزيد لياقة، تزيد مرونة، لأن والله أنت بطل بلعبة السباحة مثلاً فتبي تمرين يقويك حق السباحة، وهو ما في تمرين معين طبعاً، في مجموعة تمارين. أوكي، أنت لاعب كرة فتبي تلعب اللعبة الفلانية عشان تساعدك، لاعب بادل اللي هو، فيا أن يكون عندك هدف تبي تربطه مع شيء برا، أو أن يكون مثلاً إنسان عادي تبي تتمرن. فعادة أول ما يجي أحد لازم أسأله شنو تبي توصل، شنو فكرك، شنو المنتاليتي مالتك حق الرياضة. إذا عرفتها راح أعرف أوجه حق لعبة. بالنهاية أنا ما أقدر أقول إن هذه اللعبة صح وهذه اللعبة غلط، كل الألعاب الرياضية مفيدة، كلها زينة، كلها راح تفيد جسمك، بس بالنهاية أنت لازم تعرف أنت شنو تبي، شنو اللي حمسك. يعني لا تسوي شيء ما تحبه بس علشان أنك قاعد تتمرن. أوكي، تلعب لعبة أنت ما تحبها بس أقول يلا شو أسوي، المهم إنه هذا اللي موجود وهذا اللي راح يحركني. إذا صار هذا الشيء ليش راح يصير؟ مدة قصيرة وراح تقطع عنها وما راح تستمر فيها. فأهم شيء أنت تكون حاب اللي قاعد تسويه. أوكي؟ فبعدها راح تقدر تستمر أكثر إن شاء الله. على جنب بقول لكم اليوم بعطيكم تمارين اللي هي تمارين الليجز أو تمارين اللور بادي، هي من أكثر التمارين اللي ترفع الهارت ريت وتزيد الحرق. احنا ذاك اليوم تكلمنا بحلقه عن الهارت ريت. اوكي، فبعطيكم معلومه على السريع، كثر ما ارتفعت دقات قلبك كثر ما الحرق زاد بجسمك. ليش؟ لان في دوره دمويه عاليه قاعد تصير بجسمك، ف
فسيستم الحرق قاعد يشتغل عندك اكثر، فالجسم قاعد يحرق ياخذ طاقته من السكر من الدهون كي يحولها حق بنزين وطاقه عندك علشان تستمر بالتمرين. ففي ناس وايد بتسكب تمرين الريول بالنادي انزين لانها تعتقد ان الجمال الجسم يكون بس فوق، ما يدري ان اساس جسمك وقوته هي تحت قبل لا تكون جماله من فوق. ثاني شيء ليش يعني يسكبونها وايد؟ لانها متعبه. ليش متعبه؟ لانها قاعد ترفع دقات القلب، فطبيعي راح تتعب اكثر. بس اذا اهتميت فيها عادي، ترى كلها يوم بالاسبوع يعني راح تزيد الحرق عندك، فتلاقي اللي يتمرنون ريول وايد معدل الحرق عندهم يكون اعلى من اللي قاعد يطوف تمارين الريول. وبالنهايه الناس اللي قاعد تلعب كارديو اكثر شيء قاعد تستعمل شنو؟ ريولها بالكارديو يعني. واي لعبه عاده تلعبها انت محتاج فيها اللور بادي، حتى لو كانت مثلا لعبه مضرب، سكواش، تنس، بادل، الالعاب هذه كلها انت اساسا قاعد تحرك ريولك يعني قبل ايدك، ريولك قاعد توجهك حق المكان بعدين قاعد تطق بايدك. فهي اساس كل شيء تسويه، كل حركه بيومك اساسها الريول. في تمارين الريول عاده تكون بالاوزان الحره اصعب من الاجهزه، لان بالجهاز مثلا بالنادي اذا كان في اجهزه التمرين هو اللي قاعد يوجه ريولك، فسهل تثبت ريولك اماكن معينه وتدز وتتحرك فتتحرك طبيعي. بس تمارين الاوزان الحره انت اللي قاعد تحرك نفسك، انت اللي قاعد تنزل وتصعد، فانت محتاج تستخدم توظف قوه عضلاتك بالتمرين علشان تتحرك صح بالتمرين. ماشي؟ اول تمرين اعطيكم اياه راح يكون راح ادخل تمرينين مع بعض. راح تسوي تخلي الاوزان تحت، اوكي، راح ننزل سكوات بعدين تصعد باك لانجز بعدين ترجع مره ثانيه سكوات تروح بريلك الثانيه باك لانجز، اوكي. مثل ما وصلنا كل مره ان بالسكوات تكون اوسع من ريولك، يعني مثلا اوسع من حوضك، لان اذا سكرت ريولك شويه خليتها مسكره البالانس قاعد يضيع من عندك، فاذا بطلت ريولك اكثر راح تلاحظ ان البالانس يصير افضل عندك باللانجز والسكوات حق الناس اللي ما تضبطهم عدل. فمن حوضك ترجع لورا تنزل سكوات تصعد باك لانجز، لما تنزل باك لانجز ابيك ترد نفسك تدز نفسك من العضله هذه اللي قدام ترجع نفسك، بعدين تنزل مره ثانيه سكوات، اوكي، تروح باك لانجز ترد نفسك مره ثانيه من العضله هذه مره ثانيه قدام. دائما تمارين السنجل بعد هي تساعد الريل انها تتطور اسرع. مثلا بعطيكم تمرين ديد ليفت بس يكون سنجل دكس، تكون ماسك دامبل، يعني عاده ننزل الديد ليفت نثني ركبنا شويه، انزل جسمي لي قدام، احاول انزل كثر ما اقدر لي فوق ريولي، عفوا فوق قدم ريلي، واصعد مره ثانيه. في ناس تنزل الديد ليفت تنزل حوضها لتحت كذي، فاذا نزلت لتحت انت ما استفدت لانك ما شغلت العضله اللي هني. كثر ما كانت ركبك شويه مثليه وجسمك من قدام نازل، وهني شوفوا الكيرف عندي بسيط، يكون كان بسيط راح تنزل راح تحس بالعضله هذه اللي اشتغلت معك، اوكي، ترد تصعد مره ثانيه. بالسنجل ديد ليفت ايش راح نسوي؟ عندك تو اوبشن انك ترجع بريل واحده لورا وتنزل على ريل واحده ديد ليفت ترد تصعد مره ثانيه، اوكي، راح يصير عندك البالانس افضل وتصير اقوى. بس لازم يكون تكرم الجوتي مناسب حق تمارين البالانس، او تسهل عليك العمليه تخلي ريلك شويه بالهواء، اوكي، ريل واحده شويه تكون يعني يا فوق او بس على اطراف اصابعك، وتنزل تركز على ريل واحده بالنزله وتصعد مره ثانيه. يعني هذه 20% هذه تكون 80% التركيز عليها، تنزل وتصعد مره ثانيه، again تنزل تصعد مرة ثانية، سوي سويتش روح ريلك الثانية نفس الشيء، تنزل وتصعد مرة ثانية.
لا تطوفوا تمارين الريول. أدري يوم الريول هو خفيف على الشباب عادة يكون، البنات يكون سهل عليهم أكثر. في نادر شوي بنات قليلين اللي يعني ما يحبون تمارين الريول، بس هي من أكثر التمارين اللي تزيد الحرق بجسمك. يعطيكم العافية، نشوفكم على خير.